مشاهدينا اهلا بحضراتكم، ويوم جديد نلقاكم فيه على شاشه النيل الاخبار وبرنامج هذا الصباح اللي بنغطي بيه ابرز المستجدات. وبطبيعه الحال الموضوع المسيطر الان على الاحداث في كل انحاء العالم الحصار المفروض على غزه حاليا من قبل اسرائيل بعد الهجوم الذي قامت به حركة حماس على العديد من المناطق الإسرائيلية فيما سمي بطوفان الأقصى. وبالطبع نتابع على مدى الأيام الماضية ساحة الحرب التي تحولت إليها المنطقة بأكملها وتواصل الاشتباكات على الحدود مع القطاع. اليوم سنكون معكم في تغطية حية إخبارية تحليلية لآخر المستجدات في هذا الملف الهام موضوع الساعة. طبعا ده بالإضافة إلى جولتنا اليومية مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط لكن في العالم بشكل عام. ونبتدي معاكم بأولى فقراتنا في هذا الصباح، فقرة إيروبكس، من بعدها نكون معكم في جولتنا الإخبارية. صباح الخير اعزائي المشاهدين، النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا. اول يوم بنروح الجيم طبعا بيبقى عايزين نستخدم كل الاجهزه ونكسر الدنيا وعندنا طاقه وحيويه فظيعه. طيب النهارده هل ده صح ولا غلط؟ اللي بيحدد كل ده هي المقابله الشخصيه الاولى اللي مع مدربك الخاص. لما بتقعد مع المدرب هو كل حاجه بتتحدد في الوقت ده. لما بنقعد مع المدرب بتاعنا بيبتدي يعمل القياسات بتاعته، بيبتدي ياخد الانبادي، ياخد القياسات بالمزوره، بيبتدي يصور، يعمل الفولو اب استعداد لتكوين البرنامج، بيبتدي يكون صوره عنك، بيبتدي يسالك عن التاريخ المرضي بتاعك لو كان لا قدر الله في اي امراض، يراجع السكر، الضغط، يبتدي يراجع معاك الحاله بتاعت الغده الدرقيه، فيتامين د عشان يشوف حضرتك التارجت او الهدف بتاعك ايه من وجودك داخل الجيم. النهارده انت جاي تزيد في الوزن فيبتدي يشوف هل انت عملت ده قبل كده، طب لما عملته هل زدت في الوزن بسرعه ولا ما كانش فيه زياده، وابتدي راجعت الحاله المرضيه بتاعتك ولا لا. لو انت عايز تخس دلوقتي هل كنت ما بتعمل النظام غذائي متبع، كنت بتخس، استخدمت كم نظام غذائي، ببتدي اراجع معاك كل الحاجات دي عشان ابتدي احط تصور خاص ليك واشوف انا الستارت بتاعي هيكون منين. هل انت رياضي؟ هل انت لياقتك البدنيه عاليه؟ هل اول مره تدخل الجيم؟ عندك اصابات ولا لا؟ في مشاكل في المفاصل ولا لا؟ كل الحاجات دي هتساعدنا بشكل كبير جدا انك اول صوره كامله عنك واحط لك البرنامج الخاص بتاعك. يبقى هنرجع تاني ونقول اهم حاجه ان احنا نروح لمتخصص عشان يبتدي يراجع معانا كل الحاجات دي ويكون تصور خاص لينا فيحط لنا برنامج خاص. فتبدا نقطه البدايه والانطلاق سليمه ومظبوطه ومفيش اي اصابات، مفيش اي مشاكل. ما بتجيش بقى ارجع بعد كده اتمرن يومين ثلاثه بكل قوه وبعد كده انا جسمي وجعني مش هروح الجيم تاني. ده بتبقى بدايه خاطئه. النهارده المدرب الخاص بتاعك لو حد متخصص بناء على كل المعطيات اللي هو شافها هيحط لك برنامج تدريبي تدريجيا من الاصغر الى الاكبر ومن السهل الى الصعب. تدريجي بيستخدم فيه تمرينات بسيطه جدا لرفع اللياقه البدنيه، لرفع معدل ضربات القلب، لرفع كفاءه القلب والرئتين في البدايه اذا كنت هتمشي على المشايه لو كان متاح ليك او العجله او الكروس تريننج. تبتدي تعمل بعض الاطالات، تبتدي تعمل بعض تمارين القوه العضليه من تمرينات الثبات او بعض بالادوات البسيطه الخفيفه جدا عشان تجهزك اللي فيما بعد. ما ببصش على حد في الجيم، ما بقلدش حد من الناس اللي موجوده في الجيم اللي لياقته غير لياقتي وكفاءته غير كفاءتي ومفاصله غير مفاصلي، التغذيه بتاعته غير التغذيه بتاعتي، العمر التدريبي بتاعه غير العمر التدريبي بتاعي. فما بروح اول يوم الجيم ما بقلدش حد، ما بتفرجش على حد واقعد يبقى عندي حماس ان انا اوصل للمستوى ده، لا تدريجيا اوصل لده وافضل بامر الله. فأهم حاجة عندي إن أنا أبتدي البداية صح، ودي بتكون بداية لما بقعد مع المتخصص في المقابلة الشخصية الأولى بحدد البرنامج بتاعي بدايتي هتكون مظبوطة. أتمنى منكم يا جماعة لما نروح الجيم أول يوم ما نكسرش الدنيا، وواحدة واحدة كده وهنعمل عضلات وكل حاجة هتبقى جميلة وزي الفل. صباحكم لياقة، صباحكم رشاقة، صباحكم قوة، صباحكم زي الفل. We'll be right back.
بحضراتكم مرة تانية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. تناول الاتصال مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديد لاستقرار المنطقة. وتم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعا لتدهور الأوضاع. وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتناول الاتصال التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حث جميع الأطراف على الوقوف الفوري أو الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح. وأكد الرئيسان أن أنباء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي إنهاؤه بتأني عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. تناول الاتصال التباحث حول التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الرئيس السيسي وأمين عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عملية السلام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر اتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع التشديد على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس. وتوافق الرئيسان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر للتباحث حول الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وناقش الاتصال الجهود المطلوبة دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الحالي، لا سيما في ضوء ما يفرضه هذا الوضع من تهديد لأمن واستقرار المنطقة. وقد أكد الرئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 704 فلسطيني على الأقل، من بينهم أطفال وسيدات، كما أصيب 3900 آخرين. وقد أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية العثور على جثث 100 إسرائيلي في مستوطنة باري بغلاء بغلاف غزة، كما ارتفع عدد الإسرائيليين إلى القتلى الإسرائيليين إلى 1000 قتيل، وتجاوز عدد المصابين 2500 مصاب. لا يزال قطاع غزة يئن من تبعات الهجوم الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات الجوية على القطاع
ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف فضلا عن تدمير البنية التحتية. واستهدفت مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي الإسرائيلي مؤسسات ومقارا ومبان، بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة. وقد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية على حي الرمال غربي المدينة عقب شن طيران الاحتلال غارات على مخيم جبليا ومخيم الشاطئ، راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات. وتسبب القصف بنزوح أكثر من 120 ألفا من أصل 2,400,000 نسمة يعيشون في القطاع المكتظ بالسكان والذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما. من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة بعد هجوم الفصائل على إسرائيل، ما أسفر أيضا عن مقتل أكثر من 900 إسرائيلي وإصابة الآلاف. في غضون ذلك قالت مصادر ملاحية وتجارية إن ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في إسرائيل أغلق في أعقاب هذه التطورات الأمنية. التطورات راهنة تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل استدعاء عدد غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300,000 جندي، وطلبت من سكان المستوطنات في غلاف قطاع غزة الاختباء، حيث لا يزال عناصر من حركة حماس يتحصنون في عدة مواقع داخل إسرائيل بعد تسللهم عبر قطاع غزة. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الجيش استعاد السيطرة على تجمعات سكنية داخل إسرائيل، لكن اشتباكات متفرقة ظل دائرة مع استمرار نشاط مقاتلي حركة حماس. أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالا هاتفيا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة، وطالب الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية توفير المياه والكهرباء والغذاء. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت فرض حصار مطبق على قطاع غزة، وقال جالانت إن الحصار يشمل قطع الكهرباء والطعام والماء والغاز، وتفرض إسرائيل منذ أكثر من 16 عاما حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه 2,000,000 نسمة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد نواب قادته العسكريين إضافة إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة أربعة آخرين في المواجهات على حدود لبنان. يأتي هذا فيما قالت جماعة حزب الله اللبناني إن ثلاثة أعضاء في الجماعة لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن التصعيد الحالي سببه الرئيسي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة الاستيطان واستقطاع الأراضي الفلسطينية بهدف تدمير حل الدولتين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أبو الغيط في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع، وهو استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل موسكو في أن تدعو الدول العربية الغربية إلى وقف الأعمال العدائية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الموقف الحالي للغرب يثير تساؤلات جدية. وأشار لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن موقف الدول الغربية القائم على مبدأ الدعم غير المشروط لإسرائيل لا يفضي إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي وصفه بأنه أطول صراع معقد على وجه الأرض. وشدد لافروف على أن موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار قبل حل القضايا الأخرى. تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية غدا الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وتقرر عقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين برئاسة المملكة المغربية الرئيسة الحالية لدورة المجلس الوزاري، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. أعلن البيت الأبيض أن لا نية لدى الولايات المتحدة لنشر جنود أمريكيين على الأرض لدعم إسرائيل في حربها ضد حركة حماس، وصرح بذلك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. كما أعربت الحكومة الإسبانية أمس عن عدم ارتياحها ومعارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية تعليق مساعداتها للفلسطينيين عقب عملية طوفان الأقصى. وطلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يدرج موضوع تعليق المساعدات على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الثلاثاء. أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، والذي بدوره يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة. وأعلنت المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة مئات الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من كل جانب. قبل لحظات كنا نتابعه لعله جرى. نعم الآن يتم استهداف أهلنا في فلسطين، محتاجين نقف جنبهم كتف في كتف في الوقت ده. وعشان كده مؤسسة حياة كريمة هتساهم في دعم أهلنا في فلسطين بكل المساعدات الطبية والغذائية الممكنة. شاركنا في دعم ومساندة أهالي فلسطين من خلال التبرع على الحسابات التالية: كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، حيث تسلم الرئيس السيسي شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر. كما التقى رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جيم بيو. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكبار مسؤولي وقيادات المنظمة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم السيد الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر، مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس. وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصيا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من السيد الرئيس للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر، معربا عن سعادته البالغة بتحسن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية، ومشيرا إلى أن الدولة سخرت بصدق كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي، بداية من إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعة المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية، وانتهاء باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات، لا سيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة 100 مليون صحة، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء البرلمان الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك. وفي ذات السياق نوه رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى أن زيارة السيد الرئيس التاريخية لسول في عام 2016 كانت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، إذ تدفقت على أثرها الاستثمارات الكورية إلى مصر، مستفيدة من التطور التنموي السريع والملموس الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، كما تم التباحث حول تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، لا سيما على الصعيد البرلماني، وكذلك سبل تعظيم استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية وفي توطين مختلف مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء والمتجددة وزيادة المكون المصري في عملية الإنتاج. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. وأكد السيد الرئيس ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إعلان منظمة الصحة العالمية نجاح مصر في القضاء على فيروس سي بشكل كامل يعد رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على تخطي العقبات والأزمات. نستر اليوم إنجازا طبيا حققته مصر تعبر به إلى آفاق جديدة لتوفير الصحة وجودة الحياة لشعبنا العظيم، فقد نجحت مصر بجهود أبنائها المخلصين في دحر فيروس الالتهاب الكبدي سي الذي لطالما عانت منه الأسر المصرية وكبد المجتمع المصري خسائر فادحة على مر العقود السابقة. وها نحن اليوم بعد مرور 34 عاما على اكتشاف هذا المرض الذي أصاب قرابة 70 مليون إنسان على وجه الأرض، نعلن من مصر ومن أمام الأهرامات أن طريق القضاء عليه أصبح ممهدا، وأن مصر قد أعادت كتابة التاريخ وسطرت بأحرف من نور كيفية التغلب على هذا المرض الذي يشكل تهديدا لصحة الإنسان. من جانبه قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر وضعت خطة قومية للقضاء على فيروس سي من خلال التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية للبدء في التقصي والعلاج وكذلك التوعية. أسست العقول المصرية استراتيجية موحدة
للدولة في مواجهة هذا الوباء الفتاك. ونجحت الدولة المصرية في تكوين أول برنامج قومي للتشخيص والعلاج، حيث قامت بإنشاء شبكة من مراكز العلاج في كافة المحافظات المصرية، تخطت 170 مركز مجهزا بالكوادر الطبية والبنية التحتية والتجهيزات الملائمة، كما نجحت في توفير العديد من الخطوط العلاجية الحديثة بأقل من 1% من سعرها العالمي لتعطى للمصابين بالمجان. وفي ظل هذه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، لم تهتز الإرادة المصرية في مواجهة المرض وتوفير كل السبل لمحاربة والقضاء عليه. وأطلقت مصر خطتها التنفيذية لمواجهة الفيروسات الكبدية عام 2014، ولقد شملت 6 محاور رئيسية تضمنت تقوية نظم الترصد ومأمونية الدم ودعم جهود وسياسات مكافحة العدوى ورفع الوعي المجتمعي والصحي بالفيروسات الكبدية وتكثيف جهود علاج الفيروسات والمضاعفات الناتجة عنها. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية. سلسلة قرارات أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير المكون الدولاري لبعض مستلزمات الإنتاج لزيادة المعروض من السلع. كانت هناك مداولات، ويعني الحقيقة هم عرضوا علينا إيه هي المبررات اللي بتؤدي إلى زيادة الأسعار، وبعض الحاجات كانت فيه طبعا الأساس هو كان جزء من المشكلة هو يعني ندرة العرض او عدم توافر العرض الكافي من السلع، سواء في صورة مواد خام او مستلزمات انتاج بالذات للسلع الغذائية، وان هم طالبين ان يكون هناك اتاحة اكبر من توفير العملة الصعبة لهذه السلع بالذات علشان يؤدي الى زيادة المعروض، وبالتالي ايضا تخفيض السعر. طول ما المعروض بيزيد كل ما السعر حيقل. وأعلن مدبولي عن الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات عن خفض في أسعار 7 مجموعات سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15% و 25%. توافقنا أن بحد أقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15 إلى 25%، وحيبقى مكتوب السعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، ولكن هيبقى كمان معناها ان ممكن يبقى ده الحد الاقصى، ولكن يبقى فيه مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم. لكن خلينا اكد ايه هي السلع دي. احنا بنتكلم على الفول والعدس والالبان، منتجات الالبان والجبنة البيضة، المكرونة، السكر، الزيت الخليط بتاع زيت الطعام، والرز. دي المجموعات الرئيسية. ولكن بالاضافة الى ذلك تم التوافق ايضا مشكورين مع اتحاد منتج الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، بيض المائدة، هيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع. تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الانتاج لستة اشهر من بين القرارات المنتظر اقرارها قريبا من رئيس الوزراء الذي شدد على عقد اجتماع اسبوعي لمتابعة انخفاض الاسعار واستقرارها. توافقنا ان نفس الآليات اللي هم طلبوها من البنك المركزي ومن وزارات المعنية ومن وزارة المالية هتستمر تنفيذها لفترة غير محدودة، وبنتكلم على فترة زمنية قلنا 6 شهور على الأقل عشان نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع اللي احنا أعلناها دي لحضراتكم بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% للمجموعة 7 الأولانيين، وفيما يخص إن شاء الله الدواجن والبيض هيبقى بحوالي 15%. كما أعلن رئيس الوزراء عن تفعيل كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي تلاعب في الأسعار. خطوة جادة لكبح جماح التضخم أعلنها رئيس الوزراء بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي تلاعب في الأسعار. هشام حامد، النيل.
ونروح لحالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. خلينا نشوف تفاصيل أكتر مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. أهلا بك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي. هل في تفاصيل اكتر ممكن تقولي لنا عليها؟ واحنا ملاحظين انخفاض في درجات الحراره بدءا من الساعات الاولى من صباح اليوم حتى. بالفعل يمكن احنا مع بدايه موسم الخريف بدانا نحس بانخفاض درجات الحراره، بدانا كمان نشوف فرص الامطار اللي بتختلف من يوم للتاني ومن محافظه للثانيه. بالامس كان في امطار متفرقه او متفاوته بالشده في بعض محافظات الجمهوريه، كانت رعديه احيانا واختلفت طبعا من محافظه لمحافظه. اليوم متوقع استمرار الاجواء الخريفيه، استمرار تاثرنا بوجود المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وايضا بعض السحب العاليه بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل الهوائيه قادمه من جنوب اوروبا معتدله في درجات حرارتها، عشان كده احنا بدانا كمان نحس فتره النهار ان درجات الحراره اعتدلت، بدات تعود للمعدلات الطبيعيه عظمى على القاهره الكبرى ما بين 30 الى 29 درجه مئويه. فبالتالي فترات النهار هي اللي بنحس فيها بالاجواء نقدر نوصفها يعني خريفيه مائله للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، اجواء معتدله تماما على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، اجواء ما بين حاره شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بنحسه اكثر بيكون ملموس في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، اجواء لطيفه في اول ساعات الليل لكن بدات البروده تكون في ساعات الليل متاخر وفتره الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهوريه. فرص الامطار اليوم مكمله معانا لكن هتنحصر فقط في المحافظات الشماليه، يعني امطارها تكون امطار ما بين خفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن من المحافظات المطله على البحر المتوسط، مطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، البقاليه، بعض المناطق كمان من بورسعيد، دمياط، رفح، العريش ومناطق من سيناء، لكن في مجملها امطار خفيفه ممكن تبقى ابيض من الخفيفه تصبح متوسطه في بعض الاماكن وعلى فترات متقطعه من اليوم. باقي مناطق الجمهوريه هيتلاشى من عليها فرص الامطار. السبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه بتاثر فتره الصباح الباكر، ساعات الليل متاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ودي ممكن تكون كثيفه احيانا في بعض الايام وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه ملحوظ على الطرق فتره الصباح الباكر وساعات الليل متاخر، لكن هي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس تقريبا 7 8 صباحا السبوره المائيه بتتلاشى، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لنشاط الرياح اللي موجود معانا اليوم، هو نشاط رياح نسبي بعض المحافظات الموجوده في سيناء او بعض المحافظات الموجوده في شمال وجنوب الصعيد، غير مثير لاي ملوى اسربه، بيساعد بشكل كبير على مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره. متوقع استمرار الاجواء الخريفيه دي حتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، الاعتدال في درجات الحراره وكميات الامطار الخفيفه على المناطق الساحليه. مع يوم السبت هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، هتصبح العظمى على القاهره الكبرى 29 28 درجه مئويه، والانخفاض ده هيكون فتره النهار وفتره الليل، وكميات الامطار هتبدا تزيد وتتقدم لبعض المناطق الساحليه. نعم، انا بشكرك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. قال المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه بنهاية اليوم الخامس للجنة تم تلقي أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من 3 أشخاص. النهاردة اليوم الخامس للجنة تلقي أوراق الترشح، وإحنا في آخر اليوم، والنهاردة الساعة 1:30 حضر السيد عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وقدم طلب الترشح ومرفق فيه المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، وده نهاية اليوم الخامس. يبقى النهاردة كده تقدم 3 أشخاص لطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لانتخابات 2024، واللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14/10 لغاية حتى الساعة 2 مساء وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. كان رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الوفد، قد حضر أمام لجنة تلقي طلبات الترشح
برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وبحوزتهم أوراق الترشح والتي تضمنت تزكيات من أعضاء مجلس النواب وبلغ عددها 27 تزكية. وقام الدكتور يمامة بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح. أكد المستشار حازم بدوي الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددا على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدما نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي عقد أمس بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023 بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين. وصلنا لنهاية جولتنا السريعة في أهم أخبار الساعة. بعد الفاصل نبدأ معكم جولتنا الحوارية والتحليلية مع الزميل عمرو عبد المجيد.